أكثر من مليار شخص حول العالم معرضين أنهم يفقدوا سمعهم بسبب استعمالهم لسماعات الأذن في الاستماع للأغاني لوقت طويل كل يوم. ده التحذير اللي أطلقه خبراء الأمم المتحدة المختصين بالصحة، وقالوا أن الأشخاص اللي عمرهم بين 12 و35 سنة معرضين بصورة كبيرة جدا للإصابة بالصمم، وهيفقدوا سمعهم بشكل ما فيهوش رجعة بسبب الأصوات العالية اللي بيسمعوها لفترات طويلة من السماعات. وزارة الصحة كمان مصرية حذرت في بيان من خطورة سماعات الودن، وقالت أن السماعات دي خطر كبير على سمعنا، واللي بيستخدم السماعات دي لفترات طويلة هيفقد سمعه بشكل نهائي. التحذيرات الكتير اللي بقينا نسمعها عن خطورة سماعات الودن بتخلينا ننتبه، خاصة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية أن كل 20 شخص في العالم في شخص منهم بيعاني من ضعف السمع، وبيعاني حوالي نص مليار شخص تقريبا عندهم ضعف في السمع، وهي يوصلوا سنة 2050 ل 900 مليون شخص حول العالم. وتعالوا نعرف أكتر من دكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القاهرة، عن الموضوع ده. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الورد على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. دكتور، ازاي نعرف ان سماعات الودن بتأثر على قوة سمعنا؟ احنا طول اليوم حاطين الايربودز في ودننا، بقينا بنستعملها بشكل يعني يومي وطول اليوم، وبقينا نستسهل بدل ما بنمسك الموبايل مثلا واحنا سايقين، فكلمنا عن خطورة ده. طبعا الافراط في استخدام سماعات الاذن، وبالذات لو علينا الصوت فيها، بيأثر على الاذن، بيأثر عليها بكذا طريقة. وبيأثر كمان على يعني على خارج الأذن كمان، بيأثر على تركيزه وعلى النوم بعد كده، يعني جودة النوم. تأثيره على الأذن طبعا لو السماعات دي صوتها عالي، يعني احنا بنقيس دايما شدة الصوت بوحدة قياس الصوت اللي هي الديسيبل. فبنقول إن المفروض إن احنا ما نزودش على 40 ديسيبل لو الدنيا بالليل وفي هدوء حواليك، وما نزودش عن 55 في النهار يعني لو في دوشة حواليك. أكتر من كده ممكن تضر الأذن. الاذن اللي عندنا فيه الاذن الخارجيه والاذن الوسطى والاذن الداخليه. الاذن الداخليه فيها خلايا اسمها هيرتز او الخلايا المشعره، دي بتتاثر بشده بالاصوات العاليه، يعني ممكن يحصل فيها دامج، ويعني ان هي تبوظ بشكل دائم، ممكن حتى ما يتصلحش بعد كده. وده بيبقى تاثيره على المريض، يا اما بيحصل له ضعف في السمع، وممكن يحصل له كمان طنين في الاذن. والحاجات دي ممكن تكون مؤقتة وتتعالج بالأدوية، وممكن أحيانا كتير أو غالبا يعني بتبقى دائمة. حضرتك معانا؟ أيوة يا فندم. فهي ممكن تبقى أحيانا مؤقتة وأحيانا دائمة بناء على مدى الضرر اللي حصل على الخلايا اللي هي الهيرتز. عظيم. طيب دكتور، خليني اسال حضرتك، هل في طريقه، يعني بحكم ان احنا طبعا الحاجات دي ما بنقدرش نستغنى عنها دلوقتي، خصوصا الناس اللي عندها شغل وميتنجز طول الوقت على طول حاطين الحاجات دي في ودنهم، فهل في طريقه اننا نقدر نستخدم السماعه في نفس الوقت ما تكونش خطر علينا؟ اول حاجه ان احنا ما نعليش الصوت فيها، احنا زي ما قلنا يعني ما تزيدش عن 40 بالكثير يعني. الحاجه الثانيه المده، يعني كل الدراسات بتقول لو زودنا عن ساعتين ونص في اليوم السماعات وصوتها عالي، دي اكيد بتعمل ضرر في الاذن، فهي مده الاستخدام سواء في المكالمه الواحده مثلا او على مدار اليوم ما تزيدش عن ساعتين ويكون الصوت واطي. صحيح. عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حاتم بدران، استاذ الانف والاذن والحنجره بطب القاهره.